السلام عليكم. شكرا لنظر بريس دوت كوم يغار ديو سين دانيتا باش انسيور الحكم النهائي قضية تدع النغ. شكرا مرة وكين غيب دان شكرا مرة وإذا غيب دعمل باش أنا بحذي القضية يا الحمد لله. القضاء المغربي وأخيرا ينصفان غذي الابتدائية وينصفان غذي ذي الاستئناف يا ريت رحقينو يا ريت تدعينو الحمد لله رخو نكمل الأشغال وإن شاء الله نصدق عما قريب. شكرا مرة وإذا كين غي ضمن شكرا مرة وإذا كين إتمان وكسينا غمنوس التصن الدعوي التصني وإذا شخصيا التصن الديني تبدنا كينغ قرأت شكرا للقضاء المغربي النزيه إجن إنصفان في آخر المطاف رغم أن القضية تغطق حطاس مش تغذي قان يوذن أن يقصح تعب حديث القضية عدوش مرة المراحل عدوش مرحلة الاستئناف عدوش مرحلة النقد وخك حكم نهائي سلهد من إغلاق الواجهة. شكرا جزيلا المحامي نو عمرو القضوي كذي بدنا بدين يايزن ويا بحي ذي القضية جن مش دوم نغي قصحة هذه الساعة بحذ. شكرا مرة لفان بوزيان شكرا يمدوكارينو شكرا السلطات جا تغتس دينيت مع ملك كاين بكل رقي اما اسما كوانان غما اسما عنان غما اسما مسعدون غانغ شن شم ورا جيبون الا قمه الاحترام انت ست نهني تقن شغل نسن شتق شغرين والتوفيق نصيد ربي العالمين. قاص شكرا مار يودان اي تغين كونترا نغ تدعان نغ تدعان خانغ باش هدمن قاص شكرا مشى ثم غلط وضرب من غواها من زي شو تغبو صغيو حندا هذا شاغ شني الجن غتكسي غير حق شني الجن ثني طماهينو اختصار رخصة واختار قرار ديجن القانون وفي النهاية القضاء انصفية. قاس شكرا مرة يوذن يتغط تعطفا وضمن انك القضية يجت دور قضية رأي عام التصنيع يوذن للمغرب سران خاص بارك الله فيكم. شكرا للجسم الصحفي كان غيب دن نظر بريس نظر سيتي شوف تي في مهم مرة المواقع للنظا ولا المواقع مغربيين مرة هيس بريس جود كل شيء تقريبا يبارتاج هذا الوقت اني قاس شكرا جزيلا وان شاء الله عم شني جن غاد شن رحق ني ضرمنت اسير راح رحق نسو اني مره وني غاد جشن رحق هذيك كاره خسيس خوي ويتسقاشا من زيداني تشني ودان واتسلحان شا غادا في البنان ميسقاخ رحق النس زما استوي تحياتي لكم وشكرا.